السلام عليكم حبيبي ديالي، كيفاش عامل؟ لاباس عليكم بمناسبة عيد الفطر إن شاء الله، تعيدوا وتعودوا إن شاء الله، يدخل عليكم الصحة والسلامة والعافية. غادي نحضر معكم رغيفات ديال اللوز. أنا العجينة عجنتها هي، نخليها ترتاح ونعدل العقدة ديال اللوز ونرجع نعملها. بالنسبه للوز هو كنت حاوتو مثلو مزهر والقرفه وشويه المسكه. بالنسبه للعجينه هي ديالنا مطلوقه، كانت فيها العجينه العاديه. شوفوا هيدا كنكملو، حتى كنكملوهم كاملين. كيف ما كتشوفوا حبايب ديالي، ها هما الرغيفات ديالنا هما واجدين من بعد ما قليناهم وعسلناهم في العسل ورشيناهم باللوز. كنتمنى انكم تجربوهم بالصحة والراحة. ما تنسونيش بالتعليقات ديالكم، من الحب ديالكم. ما تنسوش تتابعوني على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، تيك توك، انستغرام، فيسبوك واليوتيوب. كيف ما كتشوفوا الوصفة ديالنا هي، نتمنى انكم تجربوها، جاوا رائعين بزاف بالصحة والراحة. وعيد مبارك سعيد، نتلاقاو في وصفة جديدة إن شاء الله.